مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، صباح الخير، اهلا بكم الى اخر خميس لاخر ضيف صباح لسنه 2017. اليوم نسعد بفتح النقاش حول ملف اقتصادي مبني قطاع التجاره الذي خذه ما خذه من مخاض في هذه السنه على وقع الفروع، الشعب، المستهلك، المنتج، التصدير. اسئله كثيره كان اخر ملفاتها ملف منع ازيد من 900 منتوج من الاستيراد ووقف رخص التصدير نهائيا بدءا من جونفي 2018، اي بعد 4 أيام فقط من الان. في السياق نسعد بفتح هذه النقاط ونقاط أخرى مع رئيس ديوان وزير التجارة السيد الياس فاروقي معنا على المباشر. سيدي أهلا بكم. أهلا، صباح الخير واحتراماتي لكل المستمعين لقناتكم. شكرا لكم السيد فاروقي. إذا نحن نقترب من بداية موسم عام جديد، تحديات جديدة في ظل أزمة مالية، التجارة أخذت نصيبها من النقاشات، من الأسئلة، لأن الأمر يتعلق بميزان البلد، ميزان من حيث الواردات، من حيث الصادرات، لكن من حيث حلقة متفرعة آخرها المستهلك وأولها دائما نجد وزارة التجارة في الواجهة. كيف تقيمون قطاع التجارة لسنة 2017؟ هل تم تحديد أو تجسيد نقاط إيجابية كانت في بداية هذه السنة رهانات وزير التجارة؟ شكرا على السؤال. سؤال وجيه، سأحاول أن أجاوب بطريقة صريحة جدا. هذا ما يقدره المستمع. الحقيقة كانت وزارة التجارة في بداية السنة برمجت أن يكون ميزان تجاري يعني للخارجية أن الواردات ستفوق 40 مليار دولار، ولكن اليوم للأسف رانا عارفين باللي راح تكون الواردات حوالي في نهاية هذه السنة 45 مليار دولار. لو ما حققناش هذا الهدف 100%، ولكن لازم نعرفوا باللي حققنا تقليص ولو ماهوش كبير كثير في مبلغ الواردات. قلصنا من الواردات بالنسبة لسنة 2016 بأكثر من مليارين، أكثر من ما يقارب مليارين ونص دولار. وهذا لازم نستعرفه باللي هذا راهو نتيجة إيجابية، ولو ما لحقناش الهدف ولكن النتيجة قعدت إيجابية. ولكن رغم من هذه النتيجة الإيجابية نلاحظ بعض الأشياء اللي ما عجبتناش هذه السنة. الشيء اللي عرفناه في هذه السنة هو كانت قامت وزارة التجارة ب مترون بلاس داروا هذا رخص الاستيراد ل 22 بضاعة، منها 22 بضاعة، منها واحد البضاعات تدخل في إطار الإنتاج، يسحقوها المتعاملين المنتجين الجزائريين في إطار الإنتاج تاعهم لمواردهم، واستعمل هذا الرخص خرج منه بعض العراقيل على هذ المنتجين مما ادى الى تدهور السوق. فتم وصفها بالبيروقراطيه. يعني لما نتكلم اقتصاديا سي فاروق، لانه الاجراء كان متخذ، لكن بعدين صدمنا بواقع ان منتجين ورجال اعمال اقتصاد جزائريين قالوا بلي هذا امر بيروقراطي عرقل انتاجهم. كانت هناك عده غلطات قامت بها صرات في الاداره، وفي بعض الاحيان كان بعض الغلطات خارجه عن نطاقها. الإدارة كانت تتعامل مع الوقت، كانت تتعامل مع الوضع. احنا نقدر نقولوا بلي الإدارة ما نجحتش 100% في هذيك العملية تاع الرخص تاع 22 مواد. أولا الاختيار تاع 22 مواد كان اختيار غير يعني ماهوش عقلاني كثير. هي الرخص هذيا هي الرخص راهي ديجا من الأول راهي إدارية. الرخص راهي طريقة إدارية لي كيفاش يقولوا ريغولي لو كوميرس. لتنظيم راهي بصفتها بطبيعتها راهي إدارية. باش تقول البيروقراطية راهي حاجة إدارية. وخداو 22 بضاعة 22 رخصة شيء كبير. نقدر نقول لك باللي يفوت إمكانيات الإدارة.
الإدارة الجزائرية ماهيش متعودة. لازم نعرفوا باللي هذا نظام الرخص بديناه في 2016، يعني هذا السنة 2017 كان السنة الثانية للتجربة تاع الإدارة الجزائرية في نظام الرخص. ما نقدروش نلومو الإدارة، راهي في البداية، ولكن للوضع المالي تاع الجزائر اللي كان في بداية 2017 كان عندنا عجز مالي في الميزان التجاري، كان عندنا عجز كبير، وكانت الحكومة ترتئي أن تنقص من هذا العجز بصفة هامة. راحوا حتى 22 رخصة، 22 بضاعة في نظام الرخص، و22 ممكن نقدر نقول لك يفوت طاقة الإدارة، ويفوت تنظيم الإدارة الحالية الجزائرية لوزارة التجارة، ويقدر يكون هذا يعني حاجة جديدة. كل الإدارات ما تقدرش تقوم بواجبها بطريقة جيدة في وقت قصير، وكل يتحمل مسؤوليته. المهم أنه اليوم السيد فاروقي فيه توجه جديد إلى إلغاء كل هذا الرخص نهائيا، وطرح فكرة أو مشروع هذا منع استيراد المنتوجات النهائية إن أكدتم الأمر. هل من تفصيل هذا الموضوع كي لا نعود لاحقا ونقول أنه نفس الشيء، وهي خطوة كانت اجتهاد، لأنه عملت على الاقتصاد بحركية بوقف رخص ربما تأثر به بعض الذين فقدوا مناصب عملهم، اليوم قضية منع استيراد المنتوجات، هل من تفصيل هذا الموضوع لأنه يهم اقتصاد الاقتصاديين من جهة، ولكن المستهلكين من جهة أخرى؟ أنا عاود نقول لك الرخص كي خدينا 22 بضاعة، كانت هذه البضاعات عندها واحد الخصوصية، كانت هذه البضاعات توزن كثير على الميزان التجاري، يعني كنا نجيبوها يعني هي هامة كميا، هامة وماليا هامة. نظام الرخص هو نقولوا باللي بالنسبة لهذه البضاعة عادة نستوردوا مليار دولار على سبيل المثل، كنا نستوردوا منها كي نديروا الرخصة، نديروا لو كونتينجون، نقولوا هذا العام في عود نجيبوا مليار دولار كعادتنا، راح نجيبوا نصف، يعني نقصوا في الإيرادات تاعها زعما ب 50% على سبيل المثال، ونخليو 50% حتى يكون السوق عنده هذه الموارد وتقعد يمشي السوق. احنا حاليا احنا خدينا بضاعات هذول كنت قلت عليهم انت 900 بند فرعي، المهم بالضبط 851 بالضبط، هي قائمة مؤقتة وليس كذا، لا قائمة نهائية 851 بند جمركي. هذا واش يعني 851 البند الجمركي؟ لا يعني بضاعة، ممكن في البند الجمركي كان عدة بضاعات. ايوه، وهنا كان سؤالنا، لانه لما تم الكشف عن الرقم لاول مرة على لسان وزير التجارة سيدنا المرادي، اصلا يعني 900 منتوج او ربما 1000 منتوج في اي قطاع هو لا شيء بالنظر لما يستهلك في مختلف القطاعات. تقصدون هذا اذا بالتفصيل هو بنود قد تتضمن عده منتوجات، قد تتضمن ولكن عده منتوجات متماثله، يعني مثلا من عائله واحده، في فواكه الجافه، في اسمنت، في الفواكه، في الخضار. هل من تفصيل سيء؟ كي نتكلموا على الفواكه الجافه نلقاو بند لكل الفاكهه الجافه، يعني لوز او بندق او جوز، ولكن في ميدان باسكو هي كاين 16000 بند، حنا رانا 16000 بند في الطريف، وحنايا رانا نسينا الا 851 من 16000. على اي اساس سيد فاروقي تم مثلا على سبيل المثال فقط فواكه الجافه جاءت على لسانكم، على اي اساس تم وقف هذا البند او وضع هذا البند؟ هل لدينا ما يكفي من تزويد السوق الوطني بهذه المنتوجات نوعا وكما؟ في البنود هذه المنتجات الجمركيه تلقى وصف دقيق شويه، لا سيما في المواد الفلاحيه، تلقى الوصف دقيق. فهذه الفواكه الجافه تلقى فواكه الجافه افيك كوك، مش عارف كيف تقولها بالعربيه، يعني بالقشره تاعها، وفواكه الجافه بدون قشره. حنايا ارتضينا ان نمنعوا من الاصدار، هذا ماهوش منع، هذا راهو سسبونسيون يعني بروفيزوار، تجميد توقيف مؤقت. مؤقت باش نتفاهموا مليح، او توقيف مؤقت ماهوش ممكن اعاده النظر فيه حسب الحاجه كل وقت. طيب عطيوها للسنه وكله. احنا ارتئينا نقولوا باللي في هذه الفواكه الجافه نخليو اللي راهي بالقشره تاعها تدخل، واللي بلا قشره ممنوع مؤقتا. فهمني؟ طيب. ما نحيناهاش كلها.
علاش؟ اللي راه بالقشره تاعها ممكن كي تدخل تعطي ثاني فرصه باش يكون عامل هنا الترانسفورماسيون في الجزائر. هل لديكم تفصيل السيد فاروقي او بالارقام هذه النتوجه كم استوردنا منها في السنوات الاخيره مثلا؟ لانه الارقام تعد بالملايير احيانا لمنتوجات الجزائر لديها من الخيرات ما يكفي. نجد روحنا نستهلك ربما اي منتوجات بما فيها بعض الامور اللي حبيت ذكرها في البرنامج يعني، ونحن بامكاننا ان نوفرها. تدرك انه في الغرب الجزائري، في الشرق الجزائري، حتى في الصحراء ننتج زيتون ومكسرات، وبامكاننا ان نزود السوق. على بالنسبة لهذا كل هذا المواد احنا درنا الاخر في 2017 كان الواردات في هذه المواد بالذات تاع 851 بوند كانت تقارب مليار ونصف دولار، يعني ماهوش حاجة كبيرة. ولو كان هاي تخرج ان شاء الله هذه القائمة تاع البنود هذه تخرج ان شاء الله قبل في على اذا تاخرت في بداية السنة 2 ولا 3 جونفي، لان احنا كنا ننتظروا ان قانون الماليه اللي راهو وضع عليه فقام رئيس الجمهوريه البارح راهو فيه واحد الماده حكم من قانون الماليه هو اللي يعطينا لونكاج قانوني باش خدينا المرسوم اللي فيه هذه القائمه تاع البنود. ما دام راهو تم امضاء قانون الماليه ممكن امضاء المرسوم التنفيذي فيما يتعلق بك رئيس الجمهورية على قانون إمضائي على قانون المالية بالأمس. إذا قلتم بأنه هنا بإمكانكم الكشف بحر الأسبوع القادم عن تفاصيل القائمة المعنية بالمعامل والرسالات. نعم، ستكشف لأنه سيتم الإمضاء على المرسوم التنفيذي من طرف السيد الوزير الأول، وسيتم نشر هذا المرسوم التنفيذي بالقائمة التابعة له. وراح الناس تلاحظ بلي تقريبا كل المواد عدة مواد راهي توجد الآن في القائمة، ولكن ليس لنا عددا ما كانوش نستوردوها. علاش تم إدخالها في القائمة؟ لأن لاحظنا عندما كنا نديروا هذاك تاع الرخص، لاحظنا عندما نديروا بعض المادة نديروها في نظام الرخص حتى الناس ما جابوهاش في نظام الرخص، واش داروا المستوردين الجزائريين؟ راحوا جابوا مواد اخرى، مشاو الى ما هو الاستيراد. راه ولا عندنا في الجزائر الاستيراد ولا يعني تقنيه وعامل تجاري محض، وهذا اللي ادى بنا ولينا نخافوا كي نديروا ماده في ميدان الرخص ولا في ميدان هذايا من هذايا لي سسبونسيون بروفيزوار. نخافوا لو كان ما نديروش بعض المواد الناس راح تروح لها وتستوردها. إذا سمحت لي ناخذ الكلمة من عندكم السيد فاروقي، يعني ذكرتم بتلفا وكنجفة، تدركون بأنه القائمة كبيرة. إذا رحت مثلا الأجبان الورق والإسمنت على سبيل المثال على الحصر، والجزائر تتجه الآن لتصدير الإسمنت نتبنى ذلك في على مختلف الشركات والمؤسسات، على أي أساس كيف يتم تعامل الفواكه قلتم قشور وغير قشور، الأجبان والورق مثلا، تدركون بأنه عدم أخذ بعض التفاصيل بعين الاعتبار قد يضر بمصلحة المستهلك، لأنه حتى حظر مستحضرات التجميل وغيره قد نشهد على خلفيتها ارتفاع رهيب لهذه الأسعار. الأجبان مثلا على أي أساس يتم منعها؟ الأجبان مش كل الأجبان هي ممنوعة، الأجبان لا فين يعني راهي قابلة للاستهلاك مباشرة، ولكن الأجبان اللي يتم تحويلها في الجزائر لان عندنا دوكا منتجين الاجبان مش معاهم في الصالون هذوك، لا هذوك ماهيش ممنوع، راح يكون في السوق راح يكون فيه اجبان. احنا دوك كانوا نجيبوا كامومبير من الخارج، هاو جبت كامومبير، وحنا عندنا عده انواع من الكامومبير في الجزائر. هذاك الكامومبير تاع الجزائر راح يقعد اللي راه منتج هنا في الجزائر، هو الكامومبير اللي كنا نجيبوه من الخارج اللي راح يمنع. ولكن الاجبان كاين واحد اخرين راهم يجيبوهم ب كونتيتي كبيره، يعني ما راهيش قابله للاستهلاك مباشره، راح يتم تحويلها هنا وراح يكون فيها ان فالور اجوتي قيمه اضافيه هنا. حنا بينا نحاولوا، حنا الهدف تاعنا الرئيسي نحاولوا نرجعوا ليكيليبر تاع الوزن، التوازن تاع الميزان التجاري وميزان الدفع. هذا هو العجز اللي راه كان عجز كبير، هذا العام العجز راح يفوت 10 مليار، ولكن ماشي بطريقه عشوائيه.
بطريقه تكون شويه ذكيه حتى نخدم بنفس الطريقه وبنفس المنوال نخدم الاقتصاد الوطني. الحاجه اللي نحبسوها حاجه اللي راح تضر المنتجين الجزائريين. نعم. وكي نحبسوا حاجه نحوسوا نجيبوا الشيء اللي راح يكون فيه قيمه مضافه في الجزائر. طيب في الاشكاليه المطروحه سيد فاروقي لو سمحتم، يعني هل تؤكدون استيراد الجزائر اليوم لاكلاف خاصه ببعض الحيوانات والقطط مثلا او امعاء الدجاج على سبيل ما يقول البعض من جهه، ومن جهه اخرى اليس في تخوف من المعامله بمثل البلد الذي نمنع استيراد مواد نهائيا منه قد يمنع قبول منتوجات جزائريه ان توفرت بالمواصفات العالميه؟ وحنا رانا نعرفوا باللي احنا يعني في مجال التصدير رانا ضعاف بزاف. احنا ما رانا نصدروا تقريبا ما نصدروا واحد، ولكن الجزائر بالنسبه للبلدان اللي رانا نتعاملوا معها، احنا الجزائر راهي تعيش منذ 2014 راهي تعيش عجز مالي في ميزانها، ميزان الدفع. راهي عجز خطير، ومن حق كل بلد عندما يكون الميزان الدفع تاعو في هذاك العجز من حق كل بلد اجراءات وقائيه حتى يتمكن، لان حتى المتعاملين بلدان اخرين ما راهيش في فايدتهم الجزائر تكمل تعيش بهذا العجز المالي، لان رحنا نلحقوا وقت وين ما نقدروش نشتروا من عندهم مال. طيب بالنسبه للسلع التي سالتها هل نستوردها اليوم او ما هي ممنوعه من الاستيراد؟ الاكل بعض الملايين الدولارات التي كانت تخصص لبعض استيراد بعض السلع كاكل القطط وامعاء الدجاج لزبا، يعني اسئله عن المواطن كثيره، يعني هل هذا فيه واقع؟ كثير من هذه السلع راهي ممنوعه ان شاء الله للاستيراد. طيب منع الاستيراد، ماذا عن اجراءات تطوير الواردات انطلاقا من هذا الخطوه سيد فاروق؟ وانتم تدركون بانه المنع الذي يشمل عده منتوجات نهائيه قد يضر ببعض الفلاحين، يعني هذا العام كان في اشكاليه ضمان تعليب التمور لتصديرها الى الخارج بسبب نقص قدرات تعليب الفلاحين المنتجين الجزائريين وقد انضروا ولم يصدروا، البعض لم يصدر فقط، هذا الاجراء هل سيضر بهذا المنتجين مثلا؟ احنا رانا شفنا احنا خذينا بعض المواد درناهم في هذا لا سيسبونسيون بروفيزوار حتى شفنا المنتجين الجزائريين امكانياتهم والتزاماتهم مع الاداره. نعم. المنتجين الجزائريين هم ملتزمين. طيب. وراهم عندهم امكانيات، وهذه ماهيش كلام برك، راهم عندهم كيفاش يقولوا اوزين دي زانستالاسيون، وعندهم دي زيكيب وعندهم تجهيزات ممكن يكفيو السوق الجزائري. انا اللي قلت لك كاين بعض المواد عمرنا ما استوردناهم وراهم تلقاهم في هذه القائمه، علاش؟ احنا رانا خايفين من المتعاملين، بعض المتعاملين الجزائريين يروحوا كي منعنا لهم المواد اللي موافين يجيبوهم، يروحوا المواد اخرين اللي ماشي موافين يجيبوهم، درناهم في القائمه بصفه وقائيه. والفوا احنا عندنا بعض المعاملين ماهوش كل المتعاملين، والفوا يحبوا يستوردوا. منذ سنوات يعني مش من اليوم. كما والف المنتج الجزائري ما يحاولش يروح لاسواق اجنبيه ويصدر. هذه ثاني ولف. وهذا هو ولف، لكن هو دور اكيد مسؤولي قطاع التجاره عموما والحكومه لحمل هؤلاء المنتجين لممارسه عملهم كمنتجين، وليس كما نرى البعض ينتج ويحاول ان يصل الى الميناء ويتجه الى دول اجنبيه، هناك سلسله يجب احترامها. وهنا سؤالي سيد فاروقي لو سمحتم، ماذا هل من توضيحات بخصوص توسيع قائمه السلع الخاضعه للضريبه على الاستيراد الداخلي ورفع الرسوم الجمركيه؟ هذه تدخل في نفس المنهج كيما رانا درنا هذايا هذه القائمه تاع ممنوع الاستيراد. اسمحوا لي، خدينا ثاني في اطار قانون الماليه، خدينا ثاني هذ حكمين من قانون الماليه. الاول هو زدنا وسعنا من هذيك قائمه البيضاء المخلوعه اللي هذيك لا تاكس انتيريور كونسوماسيون، ولأول مرة منذ عدة سنوات كاين حكم في قانون المالية، تم إدخاله في قانون المالية اللي تم إنضاؤه البارح، كاين حكم أرفع من الجباية هذيك لي دروا دو توا الحقوق الجبائية أرفعها إلى 60%، وهذا بما يخدم معناتها باش يخدم لا بروتيكسيون، حماية المنتوج الجزائري، المنتوج الوطني.
رفع الجبال إلى 60%. في بعض الرسوم الجبالية رفعنا الرسم الجبالية إلى 60% حتى نتمكن من كاين هي وجهتين. الأولى نتمكن من حماية المنتوج الجزائري من جهة، ومن جهة ثانية حتى كما قلت لك ديكوراج لامبورتاسيون باش يعني الدفع إلى الإنتاج والتصدير. الناس اللي واجهت بزاف تامبورتي حبينا شغل هي ولات رياضة بالنسبة للبعض. نفشلوهم شوية صح، هي للأسف ولات رياضة بالنسبة للبعض. السيد الياس فاروقي رئيس ديوان وزير التجارة، ملفات كبيرة مطروحة للنقاش، منها سبل الكفيلة لتحسين تنافسية المنتوجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، وكيف نعزز هنا الإيرادات المالية المحصلة من عملية صراع بعض المنتوجات الكمالية. يعني لما نصد أو نمنع مؤقتا على الأقل هذه المنتوجات سنعزز قدرات المنتوجات المحلية، لكن هل لدينا الإمكانية من حيث النوع والكم لاستجابة للسوق؟ في بعض الأحيان اليوم فضاءات التجارية سيد فاروقي مملوءة بمنتوجات تدرك أنواع وأشكال وأذواق ومضافات غذائية وما إلى ذلك تضر بصحة المواطن أصلا. اليوم منتوج وطني هل يمكن أن نعززه ونراقبه؟ لأنه قضية تتعلق بالمراقبة وليس إنتاج كمي فقط. نعم في الحقيقة عندك الحق، لازم يكون المراقبة على الكم، يعني الديسبونيبيليتي لازم تكون السلع موجودة في السوق الجزائري في كل السوق الجزائري في كل وقت، لازم تكون السلع تكون كونفورم يعني عندها جودة كما يحب القانون، ولازم يكون الأسعار تاعها أسعار منطقية. معلش نقولوا كل سلعة كيفاش، يعني عندما احنا نشوف النجار الجزائري عندما يخدم النجار الجزائري يخدم كرسي ولا يخدم طاولة، كاين الطاولة اللي تكون غالية لأنها يخدمها بمادة غالية، وكاين الطاولة اللي تكون شوية رخيصة لأنها يخدمها بمادة أقل تكلفة. يعني باش نعرفوا بلي الصناعة والإنتاج راهو ثاني سيتين سفير فيها بزاف الاختيار، وكل واحد يخدم على حساب المستهلك تاعو على حساب الزبون تاعو. لكن عندنا زبائن يحبوا يشرو سلع متواضعة وبسعر ضعيف، وعندنا ثاني زبائن يحبوا يشرو سلع برفاهية وسعر تاعها ممكن يكون غالي. لكن سؤالنا هنا سيد فاروقي، وانتم تتحدثون عن هذه النقطة جد مهمة، يعني في وقت سابق طرحنا سؤال حول حجم التجار الجزائريين المتواجدين هنا وهناك بغض النظر عن السوق الموازية وما يشبهها من مشاكل ومنعكسات على الجانب المالي في إطار دائرة خارج البنوك تدركون ذلك، لكن سؤالنا يعني إذا لم نتوفر على عدد لا بأس به من المراقبين للسهر على ضمان تجارة ومراقبة وضريبة وغيره على الأقل صحة المستهلك، اليوم إذا فتحنا باب المنتجين لرفع وتيرة الإنتاج كيف يمكن أن نضمن مراقبة أكبر؟ تكون مراقبة، لأن إدارة نعطيك على سبيل المثال إدارة التجارة تم تعزيز الزيفيكتيف تاعها المستخدمين الأعوان تاع الإدارة تم تعزيزهم في السنوات الأخيرة بعدد هائل. كم عدد أعوان المراقبة اليوم؟ وقيلا يوصل إلى مانيش حاسي مليح وقيلا يوصل إلى 9000 ولا 10000 عام. هل يكفي على مستوى على مستوى الوطن؟ هل يكفي؟ هل يكفي؟ نعم. في نعم. فيه مناطق تجارية، فيها الحديث عن الأوعية الجديدة، في مناطق صناعية، فيها ورشات غير معلنة داخل البيوت، في الأقطبية، في العمارات. وهو كاين مسؤولية كبيرة سيدي. هو كاين بعض التقنيات للمراقبة، المراقبة ما راهيش توقف عند المصنع ولا عند الآخر يوم كامل وتعس فيه. وكاين تقنيات والسلع عندما تخرج وعندنا نراقبوا ثاني لو بروسيسوس دو برودكسيون، ما نراقبوش لا برودكسيون ايمان ديجا في طريقه الانتاج والتجهيزات وطريقه الانتاج راهي تسمح لنا باش تكون مراقبه مسبقه في طريقه الانتاج. كاين ديجا مراقبه في الشيء اللي راهو يدخل لي زانترون تاع الانتاج راهي كاينه مراقبه مسبقه مراقبة مسبقة. أنا نقول مسبقة، ما نهضرش على المراقبة اللي تجي من بعد. ورغم ذلك سيد فاروقي تعرفون بأنه فيه من يتعامل معكم احتراما لنشاطه وظائفه والمستهلك والإدارة وصورة السلعة والماركة بين قوسين، لكن فيه كثير ممن يتهربون ويتجاوزون وما إلى ذلك. يعني أعتقد أنه الأمر ليس بالهين. لا ماهوش ما قلتلكش أمر هين، ولكن احنا رانا نلاحظوا احنا نروحوا يعني ننطلقوا من الفكرة باللي
كل المنتجات اللي راهي دوكا في السوق الجزائري منتجات اجنبيه وجبناها عن طريق الاستيراد. لو كان تروح للسوبر مارشي في الجزائر وتدخل سوبر مارشي الكبير تدخل لو كان دير حساب تلقى 70% من المنتجات اللي راهي في متناول المستهلك 70% منتجات جزائرية. ما تنساش هذا 70% منتجات جزائرية. لو كان تدخل سوبر مارشي وتشوف تلقى 70% منتجات جزائرية. كيف كاين الاستيراد سيد روحي؟ كاين الاستيراد. كان استيراد وهو اللي راه يطرح لنا اشكال في الدفع في الميزان الدفع الميزان التجاري. ولكن ما ننساوش بلي كاين بزاف منتجات جزائريه ولا سيما المواد في الاستهلاك الواسع. انا ادخل اللحظه الى هذا الفضاء واطرح سؤالي كواحد من المعنيين هذا الفضاء لان النقطه طرحت في عدد سابق مع مسؤولي جمعيه التجار. ماذا عن الزامية التجار بالمناسبه باجهزه الدفع الالكتروني في 2018 في هذه المساحات؟ هل سيتم الزامهم فعلا بهذا النظام الالكتروني؟ والحكومه اخذت اجراءات حتى يكون هذا الالزام على كل التجار باش عندهم فترة باش يكون عندهم كلهم. عندي توضيح على الفترة وإجراء يعني. هذا راهو الحكم هو تاع وزارة التجارة، هذا حكم صادر من وزارة المالية. نعم. الوزارة اللي راهي على رأس البنوك هي الوصاية تاع البنوك، وإن شاء الله وقيلا راهو في يدهم سنة حتى كل التجار لازم يوفروا لكل زبون وكل مستهلك جزائري إمكانية الدفع عن طريق يعني 2018 هي سنة إلزام للتجار 2018 تابعين وزارة التجارة. وعلى بالي بلي كاين حتى الشركات الجزائرية اللي راح تنتج هاد لي زاباري تنتجهم في الجزائر حتى ما نستوردوهاش هاد لي زاباري. نهائية الدفع الإلكتروني. نهائية الدفع الإلكتروني راح حتى يتم إنتاجهم، كاين مشاريع حتى يتم إنتاج هاد النهائيات هذوما هاد لي زاباري إلكتروني. ان شاء الله. وهذا احنا متمنينو كثير. اولا سوف يخدم الزبون الجزائري المستهلك الجزائري. احنا اول مهمه تاعنا هو الحفاظ على المستهلك الجزائري على حقوقه وعلى راحته في السوق. اولا راح يزيد في الراحه تاع المستهلك، وراح يمكن المستهلك يعرف ماذا واش سلك وعنده لا بروف لا فاكتور الشك ترانزاكشن. كل ما يدير تعامل هذا التجاري عنده شحال سلك وعنده لا بروف لي جي غدوه من غدوه كاين مشكل مع هذا التاجر، عندنا لا بروف الكترونيك بلي هاو شحال سلك وهاو شبع لك. وهذا يجرني الى سؤال اخر، ثنائيه الموقع الالكتروني التجاري للتجار والبطاقه اصلا التي يعتمدها الزبون لاجراء هذا النوع من المعاملات، الى اين وصلت السيد؟ لا هذا لو كان تطرح هذا السؤال الى وزاره الماليه احنا لانه اطرح سؤال فقط كمواطن وليس كصحفي، لانه تتكلمون عن نقطه مهمه للترمينال بالتيمو الالكتروني امر مهم، لكن الامر يجرون الى حديث اخر تجاره الكترونيه انتم اغرى من ذلك وبطاقات الدفع الالكترونيه. هل تتوفر اليوم في السوق الجزائريه التجاره الالكترونيه؟ هو التجاره اللي راح تتم على شبكه الانترنت بغض النظر عن لو موان دو بايمون بار كارت لو تي بي يو. التجاره الالكترونيه راهو كاين مشروع قانون كانت جات به وزاره البريد والتجاره الاتصال، راهو كاين مشروع قانون راح يحدد شويه احكام شروط وكيفيات مزاوله التجاره الالكترونيه. بصح هذيك اللي راح تكون عن طريق الانترنت، يعني التجاره ما راهيش في فندق، ما راهيش في حانوت، ما راهيش في سوبر مارشي، التجارة راح تكون في الشبكة. والشبكة أكبر في مجال التجارة، ماذا السبيل إلى مكافحة المضاربة في العقار الصناعي ومعاقبة المستثمرين المشكوك فيهم سيد فاروقي؟ هذه المضاربة في العقار الصناعي هذه تخص أكثر الطرح هذا راهو يخص إدارة المالية وبالأخص إدارة الجداية. هذه معاش لأن المعاملات في العقار معاملات خاصة ماهيش كيما المعاملات على البضائع. المعاملات في العقار، العقار هو يقول لك عنده حق عيني. المعاملات في العقار معاملات تكون عن طريق الموثق وتكون فيها واحد الإجراءات إشهار وإجراءات تسجيل أمام إدارة الجباية. هذه معاملات خاصة وتراقبها بصفة
خاصة إدارة الجبال. طيب هل نستطيع أن نتكلم عن تصدير وعن إجراءات مهمة نتمنى أن تجسد في أرض الواقع سيد فاروقي، ونحن لازالت في أحيائنا في بلدياتنا أسواق موازية أسواق عشوائية؟ تحدي كالمتصورات يعني من طرف وزارة الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة الأعمال العامية بالتنسيق مع مختلف الجهات في وزارة التجارة، اليوم هل يمكن أن نتكلم على هذا المسعى في ظل تواجد دائما سوق موازية فيها أكثر من 60 مليار من السيولة المالية يعني هناك؟ احنا لازم عندنا صح أسواق موازية في الأحياء، ولكن عندنا مصانع، وعندنا مصانع كبيرة. هذا العام كنا فرحانين، وهذا الشهر ديسمبر كانت قامت واحد من المنتج تاع الاسمنت قام بتصدير كميه ولو غير كبيره كثير، ولكن بدايه قام بتصدير كميه من الاسمنت الى بلد افريقي. عندنا مصانع اخرى تنتج اسمنت، عندنا مصانع اخرى تنتج فولاذ، عندنا مصانع اخرى تنتج مواد استهلاكيه اخرى. نعم. وكلهم هادو رانا نشجعوا فيهم باش يروحوا للتصدير. عندنا تصدير ما عدا هذا الاسمنت، حنا نصدروا السكر، حنا نصدروا الزجاج، حنا نصدروا لي زونغري. نعم. أسنيدة رانا نصدروا في الاسمنت، ونحن نصدروا الخضر والفواكه، ونحن بحاجة إلى توسيع دائرة التصدير خارج المحروقات. في ثواني قليلة سيد فاروقي، من أكبر زبائن الجزائر ومن يتقدم قائمة الموردين في 2017؟ شركائنا يعني من أكبر زبائن الجزائر في 2017؟ زبائن الدول يعني أجنبية، ومن يتقدم قائمة الموردين يعني لسلع الجزائر؟ أنا أظن هي أول الاتحاد الأوروبي في جهتي. نعم. ولو مازال ما حددناش، ما عندناش الأرقام النهائية لهذه السنة، ولكن نظن الاتحاد الأوروبي في الحالتين. السيد الياس فاروقي رئيس ديوان وزير التجارة، شكرا جزيلا لكم على كلام الإجابة عن أسئلتنا. سنعود إليكم مع بداية 2018 وتحديات أخرى للوقوف بجد على منتوج وطني يرقى إلى التصدير، وقبل ذلك يرقى إلى طموحات المواطن والمستهلك الجزائري. مستمعينا في كل مكان، شكرا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.